أنا لاحظت ردة فعل الرجل اللي ظاهر معنا في الفيديو هي البقاء صامتا، لم يتحرك. أنا ما أعرف يعني ما شاء الله عليه كيف قدر إنه وراه في سكينة قد كده طولها، وإنه سهلة. قدر إنه يحافظ على هذا الهدوء. هل هذا التصرف هو الأسلم؟ يعني يمكن لو كان قام ورد عليه وتلاسن معاه كان ممكن إنه يتطور الموضوع؟ لا، انا شايف ان هو تصرف بذكاء جدا. برود الاعصاب هو الحل. خوفه ان هو بيسجل، دي اول حاجه. تاني حاجه ان هو ما دخلش معاه في، يعني ما عادش يزعق، ما قامش مسك هو كمان حاجه، ما دخلش في مشاجره بشكل صريح. بالظبط. والمكان هو مكان عام مفتوح، ففي ناس تانية شاهده وشايفه، فهو على قد ما يقدر اكيد برضو من جواه عامل احتياطاته ان ممكن يتهجم عليه في اي لحظه. بالظبط. انا شايف ان هو لا، يعني تصرف على قد الموقف وقتها تصرف ممتاز بصراحه. احنا نتمنى، ولكن في الاخر هو الفئه اللي بنتعرض للعنصريه معاها هي نقدر نقول الفئه الاقل تعليما في تركيا.